وسهلا فيكم حبايب البلاد، مرحبا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم احلى من فيديو امبارح. اليوم جايب لكم اليوم مشكله كبيره. علي مرسال هذا مع الراوي السلسله الرمضانيه بلشت. يلا خلينا نبلش. حبايب البلاد بلشنا بالجد. حبايب قلبي، انا هاي المشكله ما بعرف شو سببها، فطالع اعلق احكي رايي مثل راي كل هالناس، وراح دافع عن شخص وراح احكي عن شخص انا. هلا الناس عم تقول لي انت حتعمل فيديو مشان مشاهدات، انا عامل فيديو مشان مشاهدات ومشان اشتراكات ومشان فيوز. انا صريح خذوها من عندي، عامل فيديو مشان مشاهدات من الاخر. خلينا نشوف اول شيء، خلينا نخرطش السماعات. اوكي خلنا نروح على فيديو مرسال. طيب حبايب قلبي، هون مرسال نزل فيديو ردي على هذا الغبي. الصراحه انا تفاجأت اول ما شفت الصوره المصغره في حماد الحراوي اقول لك. فخلنا نفتح الفيديو ونشوف شو في تخبيص. ايه من الاخر شو في تخبيص. قبل ما ننسى حبايب قلبي، جايب لكم احلى ضيافه واحلى ريد بول اليوم عشان نتسلى بالفيديو كثير. خلينا نبلش. مرسال شباب، هذا الفيديو حصور بسرعه، في كائن عالم يحكي عني يا شباب، استفزني بغبائه، لانه في كلام راح احكيه هلا عشان بس اسقطه له ولكل العالم اللي قاعده عم تحكي. هون عم بيقول في كائن غبي طلع حكى عني واستفزني بغبائه. يا برسالة انا بنصحك نصيحه، انه تغلطوا على الناس، نحن انه اولاد البلد، لا تشمتوا العالم الغريبه فيكم، فورا بلشوا تدقوا ببعضكم سبات وتغلط على هذا وتغلط على هذا. يا مرسال والحمد لله انا كحماد وصلت اليوم لمكان ما عاد في داعي روح دور مشاهدات. بس معلش نشوف سوا شو بيقدم هو على قناته. شباب لا هي عن جد صفحته. لا والله هي جد صفحته، هو عم ينشر هاي الفيديوهات. رسالتي لمرسال، مرسال هذا هو عمله محتوى انتقاد، محتواي انا اخذه منه. يلا انا بحكي بصراحه هالمره، محتواي انا اخذه من هالزلمه ومن اخوه. انا عم بعمل محتواي شبه لمحتواهم، لاني انا بقدر اقدم هيك محتوى وهن عم بيقدموا هيك محتوى. هيك محتويات اصلا نادرا لتطلع، لانه عم تحكي كلمه صح للناس. قاعد عم يعلق انه الناس عم بتجيب مشاهدات على كتاف العالم، لك انت شو؟ قلت له عصام وانت شو؟ ما انت طلعت اوسخ. كل فيديوهاته انا بدي بس فيديو واحد عنك، وين انت مين عرفت؟ حرفيا هن صانعين محتوى انتقاد ساخر مثلي انا، انا عم بعمل محتوى انتقاد ساخر مثل ما هن عم بيعملوا هالمحتوى. يعني حالا انت شو اسمك؟ شو بتسوي؟ شو بتشتغل؟ اسمه حماده معرابي، يوتيوبر سوري عايش بلبنان. ما في كل فيديوهاته عن الخلق، انت منافق. طبعا كل فيديوهاته عن الخلق، الزلمه عامل محتوى، هذا اسمه محتوى ما اسمه انه عن الخلق اصلا. لانه عم تحكي هلا انه انت مو بحاجه تحكي عن حدا لتجيب مشاهدات. بالنهايه حماده معراوي ما بحاجه لمشاهدات، اكيد ابدا مو بحاجه لمشاهدات ابدا لحتى يطلع يحكي عن الناس، هو لحاله بجيب مشاهدات من دون اي تعب، لان يعني الزلمه تعب بالبدايه وهلا بالنهايه عم يحسب. هذا كل عم تحكي عن العالم، عن شو عم تحكي انت؟ الفيديو بسبب انه من يومين انا شفت فيديو لواحد عن جد اقل ما هنالك احكي عنه شبه ذكر، لانه الرجوله هي الرجوله شيء مكتسب. شو هاد؟ انت طلعت مصلح اجتماعي مو بالنهايه حماده محامي دارس حقوق. يوتيوبر اخوي انت مكانك مو باليوتيوب، انت لازم تروح عند شيء بيطري. انت طب مرسال هدول الكلام اللي عم تحكيهم انت ما بيمثلوا شخصيتك، انت اكيد مالك هيك، ما لازم يطلع منك هيك حكي انه اولاد البلد غلطوا على بعض. مفروض مشكله صارت بينك وبينه على الخاص، قل له حذف هالمقطع من الفيديو رجاء، ما ترد بفيديو. اذا بتكون رجل وابن رجل بتجي لعندي وبتحكي هذا الكلام بوشي. بعدين ما في داعي تدخلوا الاهل، اذا رجل ابن رجل ما في داعي تدخلوا الاهل بيناتكم. بنشوف وقتها مين الذكر بيناتنا، بس لازم تجيب معك واق شمس. هلا هي هون ما فهمت انا، هي فيها وساخه بالاخر بعطيكم اياها، هي الكلمة هو قصدها كلمته وساخة. شو ما تفهمني غلط يعني. قسم بالله انا ماني من محبين بيسان، وانا ما مانك من محبينا. كم فيديو نشر؟ هي اخر فيديو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نزلت لشوف آخر 15 فيديو طلع 10 منهم عم يحكي عن بيسان. بالنهاية حمادة مع الراوي بيسان اسماعيل وأنس الشايب وأم بيسان أصدقاء، في فولو بيناتهم برهم كمان ما عنده رب دبي، اصدقاء مع بعض يجبر يعمل عنهم فيديوهات، لانه يعني اصدقائه بيتقبلوا منه. يعني انا معناته دخيل الله اللي خلقني. خبي اسماء، ولكن ماني حابب اذكر اسمه لهذاك الشخص. شكرا لانك ما ذكرت اسمي، انا بفضل دائما الناس اللي تذكر اسمي تكون شريفه. هي كلمه كبيره كثير، انه بفضل الناس اللي تذكر اسمي تكون شريف. ما بعرف شو بدي اعلق انا على هالكلمه بالذات.
مثلاً. وصلنا نحن بقلة الحياة نقعد نحن نجيب مشتركين نجيب مصاري على سمعة عالم. لك يا زلمة قسم بالله لا يعني وينك طيّت لي من حياتي هدول اللي شفت فيها الفيديو الله يسامحك يعني عم بيقول إنه أنت عم تضر البنت وعم تطلع أكتاف البنت وباسم البنت ما هو عنوان الفيديو تبعه مشكلتي ما ما لا ناولين وحاطط صورهن عشان معلش أسألك سؤال مين هذا الشاب الكبار اللي عندك أو ختيار البستون هي رفع مشاهدة خلي يربح من وشني هذا المصايم ما بدي غلط قاعد عم تقول نحن وصلنا لزمن العالم عم تجيب مشاهدات على اسماء الناس وانت كل قناتك من اول فيديو لاخر فيديو عن العالم وكل فيديو فيه بنت وقصة عم تحكي عنها طبعا لاني هذا اسمه محتوى انتقاد اجباري انا بعرف هالشغله كمان بدي احكيها بس يكون في بنت بالفيديو الفيديو بيرتفع من الاخر بس يكون في بنت بالفيديو الفيديو بيجيب الترند انت وجودك كله عم اعطوه باليوتيوب كومبر اشترك عنده مش محبة فيه لا ابدا لانه هو انسان مقلد عبارة عن انسان مقلد شاف اغنية بمكان ما ناجحة بيروح بيجيب هاي الاغنية بيرجع هو بيغنيها حرفيا بهاي الشغلة انا ماني مع حمادة بالنسبة للاغاني اللي بيعملها هو اغاني الصراحة انا بتعجبني في بس كذا اغنية اللي الاغاني المقلدة اللي مثلا مو المقلدة اللي هو عملهم ريميكس ومزبطهم ما عجبوني ليش لاني انه شيء مستنسخ اما الاغنية بيكفي قدر اغنية طالع على السماء العالي وهي لعنة البيس وهي كمان اغنية عملها مع خطيبته السابقة هذول عجبوني اول شيء رأيك فيني جاي من عدم يعني انت شخص لا مثقف موسيقيا لا مثقف دينيا ولا مثقف شخصيا ولا بتعرف الله وين حاطك مجرد سطل دهان ناتعه عم تحكي لانك رب هون يا مرسال انت كتير عم تغلط بالكلام يعني هلا هو ما غلط عليك بهالدرجه بتعرف تحكي وانسان مثقف واحد بيقعد بينتقد الغنية بيقول هذا الشخص مثلا ما بيعرف يعمل مقام كويس هذا الانسان ما بيعرف يكتب كويس قاعد عم بيقلد يعني اليوم عبد الحليم حافظ لما طلع اول مره غنى شلون طلع غنى راح لحن اغنيه ولا كتبها راح غنى غنيه لشخص كان بيحبه وانا اول ما طلعت على اليوتيوب كنت عم غني اغاني لناس انا بحبها والاغاني اللي عملتها ما كنت اخذ الكلام حتى كنت عامل شيء اسمه كوفر يعني صح هلا في اغاني تلكم انا الاغاني اللي بحبها بمرسال بتكون شغل ايده اما الاغاني اللي الاغاني المستنسخه بتطلع مو حلوه بينما الغنية يكون الشخص هو اللي صانعها يحط كل شغله فيها بتطلع حلوه بينما يستنسخ شغله ويستنسخ لحن ويستنسخ كل شيء ما بتزبط هلا مثل انا في غنية تريدر كل ضربه بكفي انا استنسختها منه والغنية حرفيا انه طلعت معي بدايه حلوه بس انا هلا الغنية بس دي اعمل غنية لي ححط هاي الاغنية خاص اكيد ريميكس اخذ الموسيقى وكاتب بكلامي وضايف لمستي خد مثال مثلا شوف هاي البنت ايه ساعة ستة بيسال اصور الله امسيرا الواحد ببدايته لازم يغني لنجوم كبار مشان يتعلم كيف يغني مرسال هاي ما فهمت معناها انه هيك قصفت جبهة انت هاي ما اسمها قصفت جبهة من الاخر حبيبي وجودك ورأيك كله جاي من عدم بس الاسد ما بيهتم لرأي الغنم هاي كمان كلمة غلط يعني شوف مرسال انت قديش عم تغلط بالفيديو حمادة ما غلط كل هالشي كلامك كله متناقض اول مرة طعجت حالك قلت انه هذا الشخص عم يحكي على بنات وانت عم تحكي على بنات هلا فعلا انا كنت بطلع بحكي بس مو ضروري اني اشغل اصوات وهيك مو ضروري حتى انا خلص اذا الشخص درني خلص منه لرب العالمين بهيك رب العالمين لسه بيوقف معك اكتر قلت انه جاب مشاهدات على اسم غيره ناس اشتركت عندي لانه بحكي على العالم رغم انه هلا انا بفوت على قناتي وبنشوف سوا جيب لي فيديو عم بحكي فيه عن حدا قصتي مع الخيانه قصتي الي هاي البنت اعترفت بكل شيء رسالة انت مغير بالصور المصغرة والله مغير بالصور المصغرة ماني ذاكر اسمها ولا حاطط صورتها ولا غلطت فيها مثل ما انت عاد عم تغلط مرسال لعنة ابليس 3 سنين غياب كافي يا قدر اعلان فيديو كليب طالع على السماء يعني هلا اذا بتنزل كل قناتي ما في شخص طالع عم بحكي عنه اما هلا هي الطعجة اللي رح تطلع من احف راسك الرجولة انك ما تساوي فيديو عن
بنت وتقعد تحكي عنه وتاخذ هاي المصاري. هدول انا ححط عليهم طوط للشغلات لاني انا ما بقدر اطلع هيك شغلات بقناتي مثلا على اكيد ما بقدر اطلع انا هيك شغلات. طعمي اهلك فيهم عيب على شواربك اللي نادعهم. بس لا تشد عليهم لانه لا 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 تشد عليهم كثير. روح اشتغل مرسال. شو هالافكت اللي حاطه هيك يا زلمه؟ بيضا الافكت هيك كل شوي ضربه. وصرف على حالك من دون ما تحكي على هاد وهاد. سمعتي بتشرفك حرفيا كل اليوتيوبرز عم يسحبوا ارباح اليوتيوب وبيصرفوا. ما حدا يقول لي انا والله هي تسلاي. هذا عم بيجيكم دخل منه. كل اليوتيوبرز عم يسحبوا ربح من الربح من اليوتيوب وبيصرفوا. من الاخر شرف 100 واحد مثلك. وهي الغنيه واللي تحتها اللي انت كل فيديوهاتك عنا اجت تمام اجت هي لعندي. يعني انا مفضل عليك. تعرف ليش؟ لانه الشخص اللي عم تعمل عنه مشاهدات طلع من عندي. فيعني لا مرسال انا ما ضروري تجرح بكل هالكلمات انه مثلا هلا انت مفضل عليه. بالعكس الفضل مو لحدا، الفضل لرب العالمين. وبالنهايه الفضل لبرهم مع الراوي لانه هو اللي ساعد اخواته. انت عايش على حسابي وعلى بتحكي علي. لا ما عايش على حسابك. هو لا تعض الايد اللي مدت لك. بعدين انا ولا مره شفتك على السوشيال ميديا ساعدت مشهور مثلا هذول مشاهير الانتقاد. ولا مره شفتك ساعدت حدا منهم. تشكرني عن جد، لازم تشكرني كل يوم. تيجي تقول لو ما مرسال انا بضل جوعان، بنضل جوعانين. بعدين هي البنت اللي عم بحكي عنها ما لها بنت غريبه، عامله معي فصل ناقص وانا عم بطلع رد شويه مهابيل. ما لنا علاقه نحن بهالفصل الناقص اصلا تحت تعرضها. اغبياء، ما عندكم شيء تقدموه للناس غير الهبل واكل الهوى. بتقعد تنتقد شخص مثلي؟ انا على قليل اذا بفوت على قنابي بتلاقي حاكي عن فلسطين، حاكي عن اطفال بسوريا، حاكي عن حلب، حاكي عن كل المعاناه اللي عشتها انا. انت شو معاناتك؟ مثال الله يعين الدول كلها. بس انت مثلا حاكي، مو ضروري الخير اللي عم تعمله انت تقعد تقول للناس انا عملت وانا سويت. خلص الخير معك مع رب العالمين. بس هديك لبست حفوظه والثانيه لبست شو اسمه؟ رقم الماوب. هاي البنت انت اللي عم تحكي عليها لما كان عمره 14 15 سنه يا يافع يا ناضج لما تركتك وراحت. اوي ما اخبارك يا طلع وقع حاله. وهي كمان هو بيغلط بالكلام. مرسال عم بيغلط كثير كثير بالكلام، عم بيغلط على شخص. وهلا انا في كلمه حانتقده فيها كثير وما عندي شيء مانع اذا اخذت الفيديو ديسلايك. انا الفيديو ما بهمني قديش بجيب لايكات ولا بهمني قديش بجيب مشاهدات. بس قلت لكم بالبدايه انا طالع اعمل فيديو مشان مشاهداتها. لحد يتفلسف يقول لي انت عامل فيديو مشان مشاهدات. هو عم يقول انه هاي البنت لما كانت عمرها 14 15 سنه اجت لعندي. هذا الحكي امتى؟ بال 2017. يعني هو متابعني صار له 7 سنين. يعني انت صار لك متابعني 7 سنين. انت هو اللي متابعك 7 سنين. المتابعين اللي عم يسحبوا فيديوهات هذول جماعه الفانز الله يريحنا منهم، بيسحبوا الفيديوهات وبيبعثوها للمشاهير. بيج فان لاني من 7 سنين. يعني بهذا الوقت انت لسه كنت عم تتعلم وتاخذ فكره مني كيف الواحد بيحكي على الكاميرا. لا ما بدي شيء انه الواحد كيف يوقف ويحكي على الكاميرا، ما بدي اي شيء. بس لحظه، هو اصلا ما كان في تواصل بينك وبينه لحتى يحكوا على الكاميرا صح؟ يلا لا يفتح مقلب يا زلمه. انت غبي والله غبي. يعني غلط يعني والله العظيم ما بعرف ليش مرسال بهالدرجة عم يغلط بالفيديو. كلامك كله متناقض. يعني انت متابعني من 7 سنين وانا عم تحكي علي هلا او مثلا تاذينا فلان؟ لا ما همه، همه خلص جبنا مشاهدات، عبينا جيبنا فلوس ومشينا. والله انا لو اني من هدول البشر. انت اذا زلمه ابن زلمه طلع ورجي ارباحك. انا لو اني من هدول البشر. انت اذا زلمه ابن زلمه طلع ورجي ارباحك من هذا الفيديو. عندي 2 مليون مشترك بدل مليون. 2 مليون انت ما تركت حدا ما حكيت عليه. هدول الكلمات قسما بالله من مستفزين. حط عليهم طوط والله. على ام هداك حكيت، على اخت هاد حكيت، ما ضل حدا ما حكيت عليه. يعني شو بدك تعمل اكثر من هيك؟ بتعرف انا لو عم بساوي المحتوى اللي انت عم تساويه اقسم بالله، هي اقسم بالله اعطيني بس سنه إذا ما بخليكم كلياتكم تقعدوا تتعلموا كيف الواحد بيصور مثل ما علمته لأخوك من زمان لبرهوم، برجع بعلمك حبيبي أنت. لا ما أنت اللي علمته. الناس أنا بعرفهم كتير منيح. أنا كنت بلبنان، صار لي شهر جاي لهون على أمير، بعرفهم. صار لي ست أشهر. ليش يعني أنا ما بعرف ليش كم شهر؟ طلعت بشهر 9 لهون. هدول الأشخاص أنا بعرفهم من لما بلشوا باليوتيوب. ما أنت اللي علمتهم يا مرسل. بعلم غيرك كيف الواحد يصور فيديوهات ويجيب مشاهدة. دول 2 مليون حيكونوا حرام، وأنا كنت عم بحكي بطريقة هجومية قبل شوي أقصد. يعني 2 مليون حيكون حرام، اساسا نص مليون عندك ياهم بالحلال. حلال، الزلمه تعب على حاله،
هن اثنين عم يشتغلوا بالقناة كريم وحمادة، تعبوا على حالهم بهالقناة. وأنا والله لازم يعني لأنه مثل بعامل هدول يعني هدول الثلاثة هدول الثلاثة كريم حمادة وبرهم بعاملك إنه بحب عاملك أخواتي. صح ما في تواصل بيني بينهم، بس أنا يا أخي أنا ما بعرف ليش إنه هيك إنه بحبهم كتير، فما بريح هذا يحكي عليهم حتى. ما كله على لانا ولين وراما وديانا، هدول أسماء خالاتي ما في داعي تذكرهم. ما تارك بيسان، ما تارك نارين، ما تارك أم الدنيا يا زلمة. يمكن هذا الفيديو هو ما فهمت أنا الكلمة اللي حق عليها تغبيش. ما جاب أطوار، ما وصلت الغاية اللي بقلبه لهاد. يا شباب الفيديو اللي شرطه على اليوتيوب جاب يمكن 50,000، بس ادخلوا على التيك توك شوفوا جايب فول 40 مليون. حرفيا أنت على اليوتيوب جاب 50,000، أنت نشر انتشر على التيك توك، هذا بدافعة الترند. تيك توك أي شيء تافه بده يطلعه ترند. يعني شو بده يوصل اكثر من هيك؟ يعني لو محمد رمضان حاكي ما راح يطلع صدى كل هالقد. طبعا في بيطلع اذا غنيه لمحمد رمضان 500 مليون. في مقطع حذفه، انا هذا اللي خلاني اصور، شوفوا حذفه من كثر ما هو رخيص، عم يقول انه انا بعثت له. فعلا انا شفت هالمقطع وانحذف. حماده ريسبكت على هالمقطع انه انت حذفته مشان يطلع يحكي عني. طيب انا بدي بعث لواحد اقل مني رقما واقل مني متابعه. اقل منك رقم واقل منك معه متابعه بس اعلى منك مشاهدات. انت حرفيا قناتك زبلتها، نسيت كلمه السر اللي لها. كان مشان يطلع يحكي علي طلعوا بعثت له بكل احترام، قلت له انت متاكد ما انا بعثت لك مشان تعمل عني فيديو وترجع تجيب لي الضوء؟ وبعثت لاخوه كمان الناقص برهوم عراوي. والله اذا بيجي ما بقبل انه حدا يحكي عنه حرفيا، لانه زي انه خي ما بصير انتم اولاد بلد، ما بصير تعملوا هالمشاكل كلها على السوشيال ميديا والاكل الهواء هاد كله. هو لو ما ناقص بخرسه بيقول له لا تتدخل شيء حرفيا. حمد اكبر منهم فما في داعي. انا اذا اخوي الكبير انا بدي سكته حرفيا. انا كبير بالعيله يعني من الاخر، انا ما بسكت الاكبر مني، بالعكس ما لي علاقه. اقسم بالله بدين اهلي يا جماعه بعثت له هي الرساله حرفيا. هون ما بعرف شو مكتوب الكلمة، بس مبين انه اكلين بلوك. هو اكل بلوك حمد عطي بلوك ما بعرف. اقسم بالله يا جماعة هذا البني ادم ما بعرفه ولا بحياتي شايفه. بعثت له بس لانه هو حكى قال انه انا بعت له مشان يطلع يحكي علي. طلعوا قديش خبيث ورخيص. يعني انا هلا هذا الانسان لو سبيته معي حق. يا الله يا الله على الغلط. هي اللي انا بدي تقدر فيها. انا ما بسمح لك بهالشغلة. خي بدكم تسبوا لا تسبوا، مستحيل اني انا اشوف اي حدا عم يغلط على شخص ثاني سبوا. بس انا ما بصير السب. يا شو يعني تعال والله انا والله جاي بدي سبك وانت ممنوع تحكي. انا ما راح اسبه لانه انا مثلا اجي انا عند شخص انا والله جاي بدي سبك وانت ممنوع تحكي. يلا اهله ما لهم دخل. لا تكذب لا تكذب وتقول انه انا بعثت لك، لانه انت اخوك اللي عنده ارقام اكثر منك هو كان يبعث لي. ما بتوقع ما بتوقع. وهلا ما في فولو بين مرسال برهم عراوي من ابدا. انا قبل ما اعمل الفيديو شفت الاربع حسابات مرسال برهم كريم محمد، الاربعه ما في فولو ما في فولو. فانا اذا بدي ابعث بروح ببعث لاخوك ما ببعث لك لك. فلا تكذب وتقعد تبيض طناجر عند ام بي سي. الله اعلم شو دفعت لك مصاري. لا ما يدافعت له، انا بعرف القصص كلها وجبت شوية معلومات ما يدافعت له. وانا ما بحطك بزمتي مو لانه شاكك فيك، لانه زمتي اشرف من انه احط شخص حوسالة مثلك. اما لاخر كلمتين يا مرسال، انت بس فيك تفهمني انت ليش عم تغلط وتهاجم كثير بالفيديو؟ عم تغلط بالكلام، في كذا كلمة غلطت فيهم عم تغلط بالفيديو. انا بس هي الشغلة بدي افهم منك وبدي رد. هدول الكائنات اللي عم يبيعوكم مراجل من ورا الشاشة. انا بكره نازل على البلد اللي هو فيه، بس انزل لهنيك راح افتح لكم لايف قدام مطعم كثير مشهور واقعد ساعة كاملة هنيك، ساعتين راح اقعد وانا فاتح اللايف. هو اذا كان رجال وابن رجال بيجي على هذا المطعم وبيحكي هذا الحكي بوشي. يا مرسل ليش عم تدخل الاهل؟ ليش شو دخله ابوه؟ ابوه ما في احلى منه، ليش عم تدخل الاهل؟ وقتها راح نشوف كيف الانسان بيتربى من اول وجديد غيره. بس بتمنى منك تجي، ما بدي شيء اكثر منك. تحكي تجي وتحكي هذا الكلام بوشي مره ثانيه. نصيحه بعد هذا الفيديو، لا تطلع ترد، لانه اذا طلعت رديت راح ازعلك كثير كثير. قل له لاخوك يضبك، لانه اذا ما ضبك برهوم تعال ضبني انا عم بحكي على مرسال. انتوا الاثنين بعصركم اخواتي. برهوم تعال ضبني عم بحكي على مرسال. بعصركم
بسويكم سكويز وبشربه للناس برمضان. انا ماني مثل غيري، انا ايدي والكف خير. ايدك والكف على الشاشة حبيبي. حبيبي انت لك تروح تستوي على شخص ببلده؟ لا ما قل تستوي على شخص يكون بارضك وملعبك، لا تروح تستوي عليه بارضه وملعبه. من الاخر يعني انا بدي انهي الفيديو، عندي طال الفيديو كتير. فردي على مرسال ومحمدة، رجاءً يا جماعة ما بدنا دراما باليوتيوب، ما بدنا مشاكل. حرفياً نحن كلياتنا أولاد بلد وحدة، ما بدنا نشمت الغريب فينا. الغريب ها فيديوهاتنا الكل في أجانب بتتابعكم، ما بيحكوا ما بيشوفوا لفظكم، بس بيشغلوا الترجمة على لغته بيفهموا فيديوهاتنا كلها. أنا حرفياً الشغل كتير شايفة هون عم بأمريكا من الناس اللي بتتابعني بتشغل ترجمة على فيديوهاتي مشان يعرفوا أنا شو عم بحكي بالفيديوهات. المشاهير العربية كتير عم شاركها هون لحتى نفع أولاد بلدي كمان مثل أنا عم بنتفع بالنسبة للمشاهدات، لخلي حتى للناس الأجنبية كمان حتى تشوفهم. أنا بعرف المشاهير من 2016، بعرف كل المشاهير ولهلأ، وأنا بصلي 6 سنين باليوتيوب ما نجحت. هاي اخر 4 اشهر وقررت وقف الحمد لله رب العالمين. رجعت قلت لا بدي بلش من اول جديد، فتحت قناه جديده وبلشت شغل جديد وبلشت محتوى جديد. انا فتت على محتوى المشاكل ومحتوى الانتقاد الساخر، انا هذا محتواي من يوم ورايح، محتواي حيكون اغاني وانتقاد. رجاء رسالتي لمرسال، مرسال انت هذا الفيديو الصراحه انا بتمنى منك تحطه خاص لاني غلطت كثير بالفيديو. وبالنسبه لحماده انا اتمنى منك يا حماده الفيديو اللي حكيت عنه عن هذا الشخص حذفه جد، انه ما بداعي نصغر عقلنا لهيك شغلات. يعني مثلا انه هو خلص هو حر، يعني مثلا هو حر باللي عم يعمله، ما في داعي نحن نحكي عنه شيء ويصير مشاكل ويصير دراما. نرجع لزمن باب الحاره، باب الحاره 2024 صار له جزء على فكره، ما في داعي نرجع للمشاكل القديمه. الله يخليكم يا رب، ما بدنا هالدراما كلها ابدا باليوتيوب. نحن بدنا هيك نعمل محتوى نخلي الجماعه الاجنبيه الجانب الغربي يطلعوا على فيديوهات العرب يشوفوها فيديوهات حلوه ومحترمه. اوكي حبايب القلب، لهو وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا القناه وفعلوا زر الجرس. انا هالفيديو عامله مشان مشاهدات صريح انا. اوكي يلا هلا بدي اقول هاي الحلقه ال10 من اصل التقديم فيديو للسلسله الرمضانيه، تم عنا 20 فيديو. يلا تشاو.